وقد تموت صغيرا ولا تموت كبير، وتدخل القبر حتما، فذاك يوم عسير. فالقبر غم وهم ومنكر ونكير، والقبر إما رياض لنا وإما سعير. فاعمل لدنياك خيرا تمت رضي الضمير، وليس الإنسان إلا ما سعى وكل مجازى بالذي كان يصنعه. أي لختم من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أية الليل بينات يتلوها علينا زيلكم العلم القرآني لزعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي، مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم
أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك
السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
يسيرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا
فما مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا عمل عامل عمل عامل بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم قتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري ذو تعب من عند ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري
خاشعين لله
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا يصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا خلقكم من نفس واحدة
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نرنادي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على ما سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي وقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية الشركة عمل الهندسة الصوتية من أحدث الأجهزة الصوتية الكبرى إدارة محمد سلام ببرهامدوش مركز السنبلاوين دقالية تلفون 66-236 برحمتوش الشركة عمل ضيكي ربيع من أدخل معطات الدزلات الكبرى تحت دارة الحج حسن زكي عيد المقيم بكفر غنام ومخازن فراش الزباء الكبرى وكسر الضيافة المتنقل لصاحبها أولاد أبو ماهر إدارة الحج مصطفى ماهر ومحمد ماهر المقيمان بالحجيزة مركز السنبلاوين دقالية. أيها الجماعة الطيب الكريم شكر الله سعيكم جميعا.